منتابع لايف وتحديدا مع فقرة ان تاون. عم نحكي اليوم عن سامسونج الكترونكس وكل شيء جديد موجود بالسوق اللبناني مع نديم شاهين مدير قسم الشركات بسامسونج الكترونكس. اهلا وسهلا فيك من جديد. شفنا بالايفنت قد ايه عرض اشياء جديده اليوم وقلنا قد ايه كمان هل الفيجوال ديسبلاي او هل كل الديفايسز اللي موجوده قد ايه بتتماشى مع السوق اللبناني ان كان كافراد او كشراك. اليوم عم بيكون في تركيز كثير على الشراك، هل المدارس من ضمن الشرك اللي عم بيكون في تركيز عليها؟ اكيد قسم المدارس هو قسم نحن سامسونج كثير نطلع فيه كلوزلي يعني على القريب، وعنا سولوشنز كمان بتمشي بنطاق هيدي المدارس، يعني ان كان من التابلتس اللي هي سامسونج سكول او ان كان من ناحيه الانتر اكتيف وايت بورد اللي هي حتى بتمشي كمان مش بس على نطاق المدارس، على نطاق الجامعات والشركات. اليوم مثلا الانتر اكتيف وايت بورد فيك تكوني عم تكتبيها كوايت بورد عادي او فيك تكوني عم تعرض عليها برزنتيشن وبتعملي كمان بتغيري كل شيء عليها لايف وفيك تسيفيهم او ترجع تبعتيهم ايميل او تطبعيهم دغري من الشاشه. عندي سؤال، بما انه ذكرت التابلتس بالصفوف، اليوم عم نعرف انه العلم عم بيروح اكثر على الديجيتال، على كل شيء تابلت وسكرينز، عم نجرب نوفر ورق قد ما فينا وحمل على الاولاد كمان، قد ايه ممكن يكون هالالكترونيك بورد او هالسمارت بورد موصول على التابلات اللي موجودين مع الاولاد بالصف؟ هي بالسولوشن تبعولتنا اليوم فيك تعملي كونكشن بين يعني التابلتس فيهم يحكوا مع بعضهم ومع الاستاذ بيكون عنده او بي سي او الاولاد ما يحكوا مع بعضهم والاولاد ما بيحكوا مع بعضهم، في حتى الاستاذ يقول على كل تو مونيتور او يشوف كل تلميذ شو عم بيعمل على التابلت تبعوله، في يبعث له مسج انه وقف ما تلتهي او ركز بالصف. واو. وفي كمان اذا واحد بيطلع من واحد من التلاميذ كرمال يعرض البرزنتيشن تبعوته او شو فهم من الصف، في يكون ديسبلايد على الشاشه ات ذا سيم تايم. يعني هذا بده تخصيص حلقه لحاله هذا الموضوع اذا بتريد. نديم بدي اشكر وجودك معنا، نديم شاهين من سامسونج الكترونكس، اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. وقفه صغيره بنتابع مع لايف، خليكم معنا.